خالتي زهور امالك جارتنا السعديه مرتي على السلام مالها شط عند الطبيبه وقال لها فيك الكونسير في البزوله وكيخصك تعجي بكري وهي جدها كاع عاد شي طبيب علاش ما تجيش عندي انا وندير لها نعماس واحد اللي بيخاف على تاركه غندير لها فلال عليك عين التاكه والسالبه والغالبه شحمه القنفود هاو عاد عم نحنس اختي فنيده انا خايفه عليك كل في هذا المرض اه انا نيت حالتك هاد اليومين ما عجبانيش افنيده بارك عليك من هاد الشعواده دابا راه كاين ديبيستاج تجيش من بيستاج تاني ولا قرقع اختي زهور شتي الكشف بكري كيساعد المراه اللي فايته 45 عام الا كانت مريضه باش تعالج بسهوله من مرض سرطان الثدي ولا انا عندي 45 عام ياك انا صغر منك احي نتوما كما داويين على داك المرض اللي ما يتذكرش هذا كراه سميتو مرض السرطان بحالو بحال جميع الامراض الناس كلها عارفه ابا انا خايفه وقال لي بالليل هما يقولوا لك اش بيقولوا لك تانتيا الاطباء موجودين الدويات متوفرين المراكز كاينه اللي بغيت نعرف اشنو نتوما كتعينوا يا ويلي يا بكبور على تبغيتني انا نسير معاهم ايه حتى انت يلا نوضوا ديروا الكشف بلا ما تضيعوا الوقت يلا هاجي جاي لي هاد العجب ضراني جهل تديو الناس فلوسهم وتيمرضوهم يمكن يقتلوهم الوقت اللي بغيتي تضيعي في هاد العشوب مرض السرطان راه تينتشر ما تيبقى عندو دواء دابا الشغل تبدل وتحسن انت يا ديما عايشه زمان الفلون قالها مول العقل سرطان الثدي مرض بحالو بحال غيره ولكن لك شكري بالدم شري جمعية لالا سلمى لمحاربة داء السرطان جميعا ضد السرطان.